بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أطبع عثمان من قناة البستان الأخضر. طبعا مقدما بشكر حضراتكم وبشكركم شكرا جزيلا، وأرجو اللي شوفنا أول مرة وخدوا لفة كده في القناة، لو عجبتكم القناة اعملوا لايك واعملوا اشتراك عشان دي قناة زراعية هتفيدك وتفيد غيرك. ثانيا بشكر كل اللي اشترك معايا جديد، وبشكر كل المشتركين معايا قديم، بشكر كل المتابعين. مش عايز أطول على حضراتكم، دي نبتة مس فرورة أو كوكتيل الفواكه. دي زي ما حضراتكم شايفين دي انا واخدها من الام دي، يعني شجره الكوكتيل الفواكه سهله جدا الاقصار يا جماعه، يعني مش صعبه. اللي حضراتكم شايفين انا اخدت كام شتلايه من دي، يمكن عملت اكتر من 150 شتلايه من الام بتاعتها دي اللي انا زارعها. طبعا الام دي انا زارعها داخله يعتبر على السنه ونص، نبات غزير جدا. لو انت عامله على برجوله ممكن بص يعني يكسلك البرجوله بسرعه. لو انت عايز تعمله انك تعمله كمظله تحت جراج عربيه ولا حاجه، نبات اسرع من العنب، يعني انا بسميه نبات همجي شويه. طيب هو النبات ده جماله في الخضار، مخضر طول العام، صيف شتاء شغال معاه، تمام. طيب النبات ده ليه اسماء كتير جدا، في ناس يقول لك عليه زهره الساعه، في ناس يقول لك عليه نبته العاطفه، في بلد يقول لك عليها المسفرورة، بلد يقول لك كوكتيل الفواكه. يعني احنا لو مشينا كده، تعالى زي ما حضراتكم شايفين، طبعا كان في طرح كتير جدا واحنا اكلنا منه، يعني اهو بادي كمان حتى الطرح بتاعه فوق، تمام. زي ما حضراتكم شايفين ده الطرح بتاعه اهو، ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين عامل نمو كثافي كتير جدا. طيب سريعا كده عشان ما اطولش على حضراتكم، طريقه الاكسار، طريقه العنايه، ازاي انك انت تكسر النبات، ازاي انك افضل معدل زراعه ليه، هتلاقيه كله في صندوق الوصف. مش عايز يبقى الفيديو يبقى طويل على حضراتكم. لو عجبك الفيديو الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.